وللمزيد من المتابعة مشاهدينا الكرام ينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمد البهواشي الباحث الاقتصادي. أهلا بك دكتور. إذن الموافقة على حزمة قرارات بشأن زيادة الأجور والمنح والعلاوات، كيف تقرأ هذه القرارات اليوم؟ طبعا ده انتصار للموظف، وبنقول انحياز تام من القيادة السياسية لكافة عموم الشعب، ويمكن بشكل خاص للفئة اللي هي تحملت تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي. وده يمكن يعني من كلام سيادة الرئيس دايما اللي هو بيقول ان القاعدة العريضة هي من الشعب المصري هي اللي تحملت تبعات البرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والحمد لله ان احنا بنجني ثماره النهارده وثمار نجاحه النهارده. فالنهارده بنتكلم بشكل اقتصادي بإقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الحمايه بقانون الخدمه المدنيه 13% و7% لغير المخاطبين. لما نترجم ده بارقام احنا تقريبا بنرفع المخصصات لبند الاجور في الموازنه العامه من 361 مليار الى ما يقرب الى 400 مليار ويمكن يتخطى هذا الرقم. فده يمكن دليل قاطع على نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي ان احنا بنلمس اللي بالفعل النهارده نتاج ثماره اللي احنا بنتحصل عليها من هذه العلاوه الجديده التي تصيب بالفئه كبيره من الشعب المصري. يعني في هذه الحاله دكتور، الى اي مدى اذا سيكون لمثل هذه القرارات تاثير ايجابي على الموظفين والعاملين ايضا في المرحله المقبله؟ هي بالفعل في تاثير ايجابي هيلمس المواطن بدايه من اول يوليو القادم بزياده 13% في مصدر دخله، طبعا بالاضافه الى حوافز اخرى من داخل هذا القرار، حوافز في اللي تخص المرتبات يعني تصيب القاعده العريضه من هذه الفئه. فزي ما قلت لحضرتك هو نتاج ثمار برنامج اصلاح اقتصادي. يمكن النهارده يمكن احنا بندعم الاقتصاد المصري بدفع المواطن تحفيز الاستهلاك، فده ان كان هو بيستفيد منه القاعده العريضه من الموظفين. نعم. طيب بتفيد بشكل غير مباشر الشعب كله بتحفيز الاستهلاك. مفهوم. طيب دكتور، الموافقه على اقرار مخصصات ماليه للتعيينات الجديده في قطاعي الصحه والتعليم ايضا، كيف من شأنه هذا ان ينعكس وبماذا ينعكس على الصحه والتعليم ايضا؟ طبعا احنا النهارده كنا بنشهد في مشاكل في قطاع الصحه اللي احنا يعني بقالنا 7 سنوات بنحاول نعالج هذه الثغرات سواء في قطاع التعليم وفي قطاع الصحه. النهارده لما بيبقى بخصص في الموازنه الجديده مبالغ لتعيينات جديده، فده بالفعل حاجه خطوه ايجابيه سترفع من شأن قطاع الصحه ومن شأن قطاع التعليم اللي كان بيعاني الفتره الماضيه من نقص في الموظفين، نقص في المدرسين، ويمكن تأثرت العمليه التعليميه بشكل كبير فيه. ويمكن النهارده اللي احنا بنشوفه دوت هو خطوة إيجابية للإصلاح الهيكلي في قطاعي الصحة والتعليم بفتح باب التعيينات من جديد. نعم، شكرا جزيلا لك الدكتور محمد البهواشي الباحث الاقتصادي، كنت معنا في السادسة.